فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والمطلوب من العالم وطالب العلم والداعية إلى الله أن يؤلف بين الناس ولا ينفرهم، وأن يرغبهم في الخير، ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه، وإن كانت خيرية. فإن معاذا رضي الله عنه لا يعمل ولا يجتهد إلا فيما فيه خير، وذلك لفقهه رضي الله عنه ومبلغ علمه رضي الله عنه. ولكن الإمام لا يعمل باجتهاده الخاص وما يراه هو، ويشق على المأمومين. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، وهذا في الحقيقة إنكار على كثير من الأئمة اليوم، خصوصا الشباب الذين يتولون إمامة المساجد ثم يشوشون على الناس باجتهاداتهم وبشذوذاتهم عن ما كان عليه العمل في البلد، مما حصل منه مشاكل كثيرة. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ، وهو من أفاضل الصحابة ومن أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. فمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا التصرف، حيث أطال بالناس صلاة العشاء وقرأ بالبقرة، ووصف ذلك بأنه فتنة للناس.